إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من عظيم محاسن هذه الشريعة المباركة أنها راعت ما يطرأ على النفوس من الملالة والسأم في أمور دينها وعبادتها، وفي أمور عاداتها ومعاملاتها. فالشريعة الإسلامية راعت أن الناس يملون ويسأمون من الاستكثار من شيء والمبالغة فيه، حتى ولو كان طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يوما عن امرأة من كثرة عبادتها وصلاتها وصيامها كثرة فوق المبالغة العادية الطبيعية، فقال صلى الله عليه وسلم: مه، وهذه كلمة زجر، قال: عليكم من الأعمال بما تطيقون. ولذلك لما أوجب الله عز وجل على الناس صيام رمضان، كان من حكمة الشريعة المباركة أن أول يوم من أيام شوال، وهو يوم العيد، أن الناس لا يجوز لهم أن يصومون، بل يلزمهم الفطر من باب كسر الملالة والسأم الذي قد يصاب به بعض الناس. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالة أناس ذهبوا إلى أبياته صلى الله عليه وسلم ويسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، أي كأنهم وجدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم هذه خطب الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يسن الاستكثار من شيء حتى يصاب الإنسان بالملالة والسآمة من هذا الشيء فينفر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، يعني لا صام من صام الأبد، واصل الصيام متواصلا. نهاية صيام النفل صيام داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما. وانظر في حال الصلاة، أوجب الله عز وجل على عبادي 5 صلوات في كل يوم وليلة، وشرع لهم في لسان نبي صلى الله عليه وسلم التزود من هذه الصلاة والطاعة المباركة في بعض النوافل والرواتب، من الرواتب المرتبطة بالفرائض ومن سنة الضحى ومن قيام الليل. ومع ذلك وجد في هذا الزمن في خلال 24 ساعة أزمنة تحرم فيها الصلاة، لا يجوز أن يصلي الإنسان ويتعبد لله عز وجل في هذه الساعة التي ينهى فيها رجل أن يصلي لله عز وجل، من باب تريحة النفوس حتى تقبل النفس على الطاعة بانشراح. وهذا ليس فقط خاصا في العبادة، بل أيضا خاصا في الوعظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما قال عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، يعني حتى المواعظ والتذكير والخطب
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الوقت المناسب ولا يكثر على الصحابة من كثرة الخطب والمواعظ حتى لا يمل الناس، فإن النفوس قد تمل، ولذلك شرعت الخطبة خطبة الجمعة مرة واحدة في الأسبوع، يلزم الناس على الاجتماع في جامع من الجوامع فيسمعون خطبة الجمعة. وكذلك الحال حتى في المباحات، حتى في الأعمال الطبيعية، في أعمالك الحرة، في أعمال عملك، في كتاباتك، في قراءاتك، في رزقك، شرع للإنسان أن يأخذ أوقاتا للراحة يرتاح فيها حتى لا يمل. فإذا كان الإنسان قد يمل من الطاعة والعبادة التي حق الله عز وجل عليه، فمن باب أولى أنه يمل من بعض المعاملات التي يعملها. فشرع لذلك، شرعت التريحة، وشرع المرح، وشرع السرور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصحابة ويعامل زوجاته بهذا القانون، قانون ساعة وساعة. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وحنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من حالهم، أنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أعلى مراتب الإيمان واليقين، كأنهم يرون الجنة والنار رأي العين، لكنهم إذا عافسوا الأولاد والضيعات والزوجات يعني قل يقينهم وقل تعلقهم في الآخرة وقل تذكرهم للآخرة، فظنوا أن هذا نوع من أنواع النفاق، وظنوا أنه يلزم الإنسان أن لا يفارق الآخرة لحظة من لحظاته، فلا يمرح ولا يتمتع ولا يأنس ولا يلعب لا مع زوجة ولا مع أولاد، ولا ينشغل بشيء من المباحات التي قد تصرفه عن بعض مراتب الإيمان العالية. فظنوا هذا، ظنوا أنه نوع من النفاق، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يشتكون من حالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، لو أنكم تدومون كما تكونون عندي، أي من الذكر والطاعة واليقين، قال صلى الله عليه وسلم: لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فإن النفوس من طبيعتها أنها تحب المرح، تحب الراحة كسرا لهذه السآمة الملالة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعبد الناس وأكثرهم طاعة وتقى لله عز وجل، لكن لم تمنعه هذه الطاعة، هذا التقى وهذه العبادة من أن يمرح مع زوجاته ويفرح ويخرج أحيانا في بعض الأماكن الجميلة عند نزول الأمطار، يرى نزول الأمطار صلى الله عليه وسلم. فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم يوما عائشة، سابقها وهم في طريق من طرق السفر في السفر، والسفر أكثر ما يكون الإنسان بعيداً عن حب المداعبة والملاطفة، لكن كسر النبي صلى الله عليه وسلم عناء السفر ومشقة السفر والطريق بأن داعب عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم في الطريق، قال: تقدموا. فلما تقدم الصحابة قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة تعالي فسابقيني. فسابقته عائشة رضي الله عنها، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد نفس الفعل في سفرة من السفرات بعد سنوات عديدة، فسبقها صلى الله عليه وسلم بعد أن سبقته في المرة الأولى، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: هذه بتلك، أي هذه السبقة بتلك السبقة التي سبقتني. انظر كيف يكسر النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجاتنا وأولادنا وأنفسنا بحاجة إلى أن نقضي معهم ومع أنفسنا ساعات نكسر بها ملل الطاعة والعبادة الواجبة، نكسر بها ملل العمل، يتفرغ الإنسان لأنسه ولسعادته قربا من أبنائه. كثير من الناس خاصة في هذا الصيف بعد أن يعني تسكر هذه الجامعات والمدارس أبوابها، وعادت الناس أنهم يأخذون إجازات في هذا الموسم، موسم الصيف، كثير من الناس يحسنون استغلال هذه الإجازات الصيفية والإجازات عموما، وبعض الناس لا يحسنون الاستغلال. دلت التجارب والإحصائيات والمقابلات والدراسات على أن أكبر سبب من أسباب فساد الأبناء وانحرافهم، سواء الانحراف العقدي أو الانحراف السلوكي، أكبر الأسباب هو أوقات الفراغ. الآباء لا يشاركون أولادهم وأبنائهم في تحديد مسارات كيفية شغل هذه الأوقات الطويلة، فيشعرون بالملل والفراغ، ومن ثم بعد ذلك، بعد هذا الفراغ والملل، ينحرفون. ولذلك لابد للآباء أن يشاركوا أبنائهم وأولادهم في رسم سياسة وخارطة كيف يستغلون هذه الأوقات. وبحمد الله عز وجل نحن في هذا البلد على مستوى المؤسسات الحكومية والرسمية
على مستوى اللجان الخيرية التي تأخذ الموافقات والتراخيص من الوزارات المعتمدة. بحمد الله عز وجل كم تفتح هذه المراكز أبوابها في فترات الصيف، تستقبل الأبناء شباباً ونساءً من أجل تعليمهم شيئاً من أمور دينهم وشيئاً من أمور دنياهم. فاحرص على أن تساهم وتعاون أبنائك في اختيار ما هو صالح لهم ونافع. ولذلك قال عمر رضي الله عنه، قال: إني أرى الشاب يعجبني، يعني أرى الشاب جميل المنظر والهيئة يعجبني، فأسأل عن صنعته وحرفته، فإذا قيل لي لا صنعة له ولا حرفة له سقط من عيني. يرى الشاب يغتر بجماله وطوله وعرضه، لكن إذا علم أن هذا الشاب ما يتقن شيئا لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، ما يفقه شيئا، ليس عنده صنعة ولا حرفة يتقنها، قال سقط من عيني. فاحرص على أن تربي أبنائك وتعلمهم على حسن استغلال هذه الإجازات وهذه المواسم، بأن يتعلموا حرفة من الحرف وصناعة من الصناعات وعلما من العلوم، حتى العلوم الدنيوية يتعلموا شيئا منها ويتخصصوا في شيء منها، فينفعون أنفسهم وينفعون مجتمعاتهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أشكال الترويح وأشكال كسر الملل والسآمة عند كثير من الناس السفر قريبا أو بعيدا إلى بعض أماكن الترفيه والأنس في بر أو بحر أو منتزهات أو حدائق. هذا السفر وهذه الخلوة مع الزوجة والأبناء أو أحيانا حتى مع الأصحاب، هذه الخلوة عند بعض الناس وسيلة وعند بعض الناس غاية. إن كانت غاية فلن تستفيد منها شيئا، فاجعلها وسيلة لغاية أعظم، وهي قربك من أبنائك، قربك من زوجتك، قربك وخلوك مع نفسك. فاجعل هذه السفرات وهذه الأماكن والمشاوي التي تذهب إليها مع زوجتك وأبنائك اجعلها وسيلة وزمن تفهم به أبنائك ويفهمونك، تفهم به زوجتك وتفهمك، تكون قريبا منهم، تعطيهم بعض التعليمات في أمر دينهم، أمر دنياهم، أمر أخلاقهم، سلوكهم، من أعمال وأعلام المروءة والمراجل وشيم الفاضلة والأخلاق الحسنة. اجعل هذه السفرات وسيلة، لا تجعلها غاية. بعض الناس يسافرون على خير ويرجعون على شر، يتعلمون في هذه السفرات بعض الأمور المحرمة من المخدرات أو غيرها، والسبب غفلة الآباء، سافروا معهم فتركوهم وتركوا الحبل على الغارب، فظل الأبناء وانكوى الآباء بنار انحراف الأبناء، والآباء هم السبب، لأنهم لما سافروا معهم وخرجوا معهم أهملوهم، ومن باب الأنس تركوهم يمرحون ويسرحون ويسهرون في حيث ما شاءوا دون رعاية ولا مراقبة من الآباء. فاجعل هذه السفرات وهذه الجمعات وهذه الزيارات وسيلة لغاية أعظم، لا تجعلها غاية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم من أرادنا المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا الصف ولا تختلفوا قدم بالقدم والمنكب بالمنكب. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد كلنا لك الحمد. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.